الخبير العسكري اللي انا بشرك على النصيحه بس انا مش بيتفضل مش بيتفضل انت كلمه اتفضل انت الكلب هشرح لشيء خلصت وهالمره هاكد خلصت وفشلت وماذا عن المشروبات وعلاقتها مع السياسة؟ كثير من الحروب الاقتصادية نشأت بين أنواع المشروبات مثل حرب الكولا بين بيبسي وكوكاكولا. بس هي الكولا مو المتة، ماذا عن المتة؟ ما هي بتتغير الحروب الاقتصادية بالمشروبات يعني حسب الزمن، مثل حرب النبيذ المستمرة بين فرنسا وبقية الدول المصنعة للنبيذ حول العالم، وفي حروب القهوة المشهورة اللي بعدها استمرت لقرون. You do not talk about Fight Club. طيب والمتة المتة حاجة تطلع برات الموضوع المتة المتة وتخترع لي قصاص. لك يا حبيبي ما هي حربنا غير كل الحروب. للأسف كتير من السوريين كانوا يربطوا بين المتة والنظام. معظم الشعب السوري عنده المتة شغلة تقريبا شبه أساسية، فمع بعض التجار للأسف الشديد مثل ما احتكروا مستودع معبى متة وما حدا بنزل متة على الأسواق. لك حتى البعض كان ممكن يتخيل أنه النظام عنده علم عليه بدل النجمتين الخضر كاستين متة مع مصاصات. ليش هذا الحكي مو صحيح يعني؟ لا أبدا، أظهرت الدراسات التاريخية أنه أول من استورد المتة لسوريا لم يكونوا سكان الساحل بل سكان القلمون وأهل السويدة، هن كانوا من أوائل المهاجرين خارج سوريا. أما بالعودة للساحل وجبال الساحل فلم يكن مجرد العلويين من دونهم من يحتسون المتة، الكل هنيك كان يقرقع متي. صحيح صحيح. طلبني على المتة بلبيك وحق العلبي بعطيك. أما عن رب المتة مع النظام فهذا ربط خاطئ جدا، لأنه لا توجد أي صورة مؤكدة للقائد الخالد أو للقائد الخالد الجديد نيو فيرجن من غير شر يعني، وهو ما يقرقع المشروب الأخضر. بس بعكس هذا الشيء بالثمانينات عدد كتير كبير من اليسار المعارض للنظام كان فاخر بشرب المتة اقتضاء بالقائد التاريخي لليسار تشي جيفارا الذي قبض عليه بجرم المشهود كتير من المرات، وهو ما يقرقع المتة ويدخن سيجار كوبي. بس يا أخي بكل دوائر الدولة وين ما بتفوت بتلاقي كاسة المتة حاضرة ونص حمامات القطاع العام مسكرة بتفل المتة، وخاصة فروع المخابرات. صح، بس كمان بتلاقي بدوائر الدولة ناس عم تقمع بامية، ناس عم تحفر كوسة، ناس عم تشرب شاي. كيف فيك تفرز هدول عن هدول؟ بعدين تعال هون، فكرك المعارضة ما بتشرب متي؟ بالسر كله بيشرب كل شيء يا أخي. ما عندك كلام، ليش انحصرت غالبيتها بالدروز؟ قالوا لي كمان بسوريا بشرب متي. ايه وين بدي اقولها هي؟ تبع تابعونا على الفيسبوك وعملوا لنا لايك وشير. هلا بدي اقولها. سجلت خلصت. طيب تابعونا. لا ما بحب اوصفها مره، هي مره تعرف.